نعم بالفعل، يعني على مدار الأيام الماضية كانت هناك مئات الشاحنات الموجودة في مدينة العريش، والتي كانت تتجهز وتتحضر للدخول بشكل يومي طيلة الفترة الماضية. كان ما يدخل خلال الفترة الماضية في معدله الأقصى لم يتجاوز 100 شاحنة يوميا تدخل من الجهة المصرية وتعبر إلى العوجة نتسانا لإنهاء إجراءات التفتيش، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني. إجمالي الشاحنات التي استلمها الجانب الفلسطيني وفقا لآخر الأرقام المعلنة من إدارة المعابر والهلال الأحمر الفلسطيني لم تتجاوز 1400 شاحنة منذ 21 من أكتوبر الماضي. في مدينة العريش أكثر من 9000 طن من المواد الغذائية والمواد الطبية ومختلف المستلزمات الخاصة بالإعاشة والأجهزة الطبية والخيام ومعدات المستشفيات الميدانية متواجدة هنا في مدينة العريش، إضافة أيضا إلى سيارات إسعاف أرسلتها عدة دول للمشاركة في جهود الإغاثة الطبية داخل القطاع، وهو تقريبا هذه الكمية 9000 طن أو أكثر توازي حجم ما تم إرساله بالفعل إلى القطاع. وكل هذا يتحضر للدخول إلى قطاع غزة. من المتوقع أن تحدث هذه الليلة حركة كبيرة في مسألة تجهيز الشاحنات وتوجيهها إلى معبر رفح البري لإنهاء عملية التفتيش في الجانب المصري، العبور على أجهزة الأشعة تحت الحمراء والاصطفاف أمام بوابة المعبر بالطبع انتظارا لصباح الغد، وهو اليوم الأول الذي سيتم فيه تفعيل اتفاق الهدنة والدخول بالكميات الكبيرة. صباح هذا اليوم عبرت 90 شاحنة من الجانب المصري، لم تعبر شاحنات الوقود حتى هذه اللحظة، وإجمالي ما دخل من الوقود خلال الـ4 أيام الماضية لم يتجاوز 400 ألف لتر من السولار، وهي الكمية التي تم الإعلان عنها 60 ألف لتر بشكل يومي، بالإضافة إلى 10 آلاف لتر لشبكة الاتصالات. ويستمر مطار العريش أيضا في استقبال الطائرات التي تأتي بالمساعدات الإغاثية من الدول المختلفة.